ذكر البنك المركزي المصري أن شبكة التمويل والاستدامة SBFN المصرفية المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي رفعت تصنيف مصر من التطبيق المبدئي إلى التطبيق المتقدم. وأوضح البنك أن هذا التصنيف يأتي ضمن تقييم الأداء الخاص بالشبكة التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول، وتوضح الإجراءات المتخذة بتلك الدول لتطوير التمويل المستدام وتنفيذه بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة. أكدت الحكومة أن غدا الاثنين يعد آخر فرصة للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وتسجيل الطلبات إلكترونيا وسداد قيمة الوديعة المقررة. ولفتت الحكومة إلى أنه لا نية لمد هذه الفرصة مرة أخرى، موضحة أن العبرة بتاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة من المبادرة وليس بيوم وصولها. وأضافت الحكومة أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين حتى الآن يبلغ 1.8 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج 767 مليون دولار. أكدت الحكومة أن إجمالي ما تم توريده خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي لموسم 2024 وصل إلى 750 ألف طن، حيث من المستهدف توريد 3.5 مليون طن من القمح المحلي هذا الموسم. وأشارت الحكومة إلى أنه يوجد تنسيق كامل لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز التجار والموردين الذين يقومون بنقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة. قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات مع تسريع وتيرة مشروعات أخرى. وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وتفوقت الأنشطة غير النفطية بشكل كبير في الأداء على توسع القطاع النفطي العام الماضي، إذ سجلت نموا بنسبة 4.4%، في حين انكمش الاقتصاد ككل بنسبة 8.8%.